of the Republic of Iraq. وكأنه ينسى أو يتناسى كيف جاء ومن جلبه إلى سدة الحكم في العراق. لا يكاد يفوت نور المالكي فرصة للحديث عن الدور الأمريكي في المنطقة إلا واستثمرها. آخر تصريحاته المثيرة للجدل زعم فيها أن التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق تهدف لإسقاط النظام السوري، رغم نفي واشنطن وجود عمليات انتشار جديدة لها في المنطقة وتأكيدها أن ما حدث خلال الأسابيع الماضية كان تبديلاً روتينياً لجنودها في العراق. أن هذه التحركات ليست مساحتها العراق، وإنما هي بين تبديل قوات وانتهت، ولكن الشيء الذي يبدو أنه محقق هو محاولة هذه القوات غلق الحدود بين العراق وسوريا. ربما هناك نية حركة ضد الجمهورية السورية لتغيير النظام، لإسقاط النظام. ولم يكتفي المالكي الذي أقر بأن العراق كان المنفذ الوحيد الذي مكن النظام السوري من البقاء بهذا القول، بل ادعى أن ملف تحرك القوات الأجنبية سواء كان في العراق أو في الدول المجاورة يمثل قلقاً كبيراً خشية عودة المواجهات وتصفية الحسابات، دون ذكره لدور إيران وانتشارها العسكري عبر وكلائها وميليشياتها في المنطقة. ولكن اللافت في الأمر هو تصريح آخر جاء على لسان زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي، أقر فيه بأن التحركات الأمريكية العسكرية تجري بعلم حكومة السوداني. هذا الوجود الأمريكي يصير به تبديل قوات كل فترة. كان يفترض أن يكون تبديل القوات الأمريكية بالشهر التاسع. تدري هاي القوات الأمريكية من تجي تبدل مو بيوم واحد، يتجي فترة معايشة. هم بكروا بي يعني صار تقديم تبديل وبعلم الحكومة العراقية. تصريحات الخزعلي تدحض روايات عديدة تروج لها شخصيات وفصائل ميليشياوية منضوية ضمن الإطار التنسيقي، أبرزها المتعلقة باحتلال العراق وتغيير نظامه الحالي أو حتى محاصرة النظام السوري، روايات كما يرى خبراء سياسيون لا تهدف سوى لشرعنة بقاء شخصيات وميليشيات أو حتى أنظمة محسوبة على إيران عبر المقاومة بالضجيج الإعلامي.